أشعر بالأمن والسلام والطمأنينة. واحد من مطلوبات إنه الإنسان يعيش في استقرار ويحس بواحد من الأشياء الضرورية أو ما نعرفه به السلام أو السلم الاجتماعي إن صحت العبارة. كثير جدا من المفاهيم، كثير جدا من الأشياء التي نحتاج أن نفهمها وأن ننزل لها حتى نعيش في مجتمع معافى، مجتمع صحي لكل ما تحمل هذه المعنى من جوانب واتجاهات. يا حمزة، إذا كانت المجتمعات اللي عانت لسنوات طويلة جدا على مر الزمن من الحروب، تكلم عن العنف، يعني طوال المقابل لو كان في سلام مجتمعي بتكون في حياة طيبة، حياة إيجابية، بيكون في تسامح. نتكلم عن مرحلة الآن هي الأساس فيها تحقيق السلام اللي خطط له إنه واحد يكون من أولويات هذه الفترة الانتقالية. يعني كان في تحرك بتاع مسارات، يعني أي جهة بتتفاوض، الحركات الكفاح المسلح في عاصمة جنوب السودان جوبا بتتفاوض في مسارات مختلفة، لكن الحكاية من يحكم؟ لكن كيف نحن نعالج جذور المشكلة الحقيقية؟ ثم نأتي للسلام المجتمعي اللي هو بيحقق لنا استقرار الشعوب، يعني بالضبط كده احنا في السودان استقرار مناطقنا، وده شفناه من خلال ثورتنا المجيدة والتلاقح الكامل من خلال دولة القيادة العامة. يا حسام، كل تأكيد دولة القيادة العامة كانت نموذج كبير جدا كما ذكر حمزة، ومثال تم تصويره للعالم، للسودان يحوي السلام، للسودان يعي السلام، للسودان يفهم السلام، للسودان يعيش السلام ويريد أن يعيش السلام فعليا في مستقبل قريب. نبني مفاهيم كثيرة جدا، نبني على أرض الواقع، ننظم، ولكن أيضا يبنى مفهوم السلام في دواخلنا. سعداء أن ينضم إلينا داخل الاستوديو الناشط الاجتماعي الشاب الأستاذ عماد الدين إدريس محمد، لنتحدث معه ونتعرف أكثر عن مفهوم السلام الاجتماعي والسلم الاجتماعي. أهلا بك وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. والله أنا سعد يعني، وعلى جميع المشاهدين عبر قناة شروق يعني، وخاصة إن إحنا بنحتفل بعد مرور عام من تكوين الحكومة الانتقالية وثورتنا المجيدة يعني، وقضايا كبيرة جدا إحنا وشعارات كبيرة رفعناها في نهاية 2018 اللي هي واحدة منها السلام، حاجة كقضية أولية وقضية أساسية. عشان ما نحن ننهض كمجتمع سوداني بكون محتاجين نحقق السلام والسلام الاجتماعي بصورة أساسية يعني، خلينا من السلام السياسي اللي بيتم، لكن بعد ذلك بكون محتاجين لضمان، الضمان ده هو الضامن هو المجتمع السوداني، عشان كده لابد أن نركز على السلام الاجتماعي. هذا السلام الكبير بمفهومه الأكبر، إذا ما تأتى السلام الاجتماعي بمفهوم أصغر بين الناس وانتشر هذا السلام في المجتمع، لن يتأتى السلام بشكله العام الذي نصبوا إليه. بالتأكيد يعني، والنموذج اللي انت ذكرته بتاع دولة القيادة العامة كان نموذج يعني حضاري جدا، ونحن بنعتز به، وانه الله يا اخي شكل السودان يكون كده شفناه في ساحة الاعتصام على مستوى الخرطوم وحتى على مستوى الولايات يعني. لو جينا قلنا والله يا اخي السلام هو عكس العنف، عكس الحرب، وهو الاستقرار يعني، ودائما الأصل هو السلام. عشان كده احنا بنحاول الله يخفي في الفتره دي مثلا، خاصه في الفتره المنتقاليه، انه الله يا اخي همنا ان احنا ناسس لسلام مستدام وسلام دائم ينعم به الشعب السوداني في العقود الجايه يعني. صحيح ما بتحقق في خلال يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، لكن احنا علينا كجيل موجود وعاش التجربه دي مفترض ان احنا نلقى اللبنه الاساسيه لبناء سلام مجتمعي مستدام و يحقق الامن والاستقرار يعني. طيب احنا ذكرنا قلنا القياده العامه هي كان فيها التنوع بتاع السودان الحقيقي والوحده بتاعت السودان، وده اللي ممكن نقول عليه السلام المجتمعي اللي ممكن يحقق لنا السودان الغد المشرق باذن الله تعالى. احنا الان بنشوف كثير جدا من الصراعات الاهليه اللي بتدور للاسف في شرقنا الحبيب وفي غربنا ايضا الجميل، احنا عايزين نقضي على كل هذه الظواهر. دور المواطن برضه في تاسيس السلام المجتمعي عشان نتقبل بعض ومن ثم يتحقق السلام الكل اللي احنا نصبوا له الان يعني. عشان ما يعني دور المواطن، كمان دور المواطنين لهم دور اساسي ودور يعني فعال. لو جينا مسكنا والله يا اخي نشوف السلام الاجتماعي ده، مفترض نقول والله يا اخي في جذور المشكله مفترض تعالج بصوره جذريه يعني. انا قاعد اشبه السلام الاجتماعي زي المريض،
الانسان المريض. الانسان المريض ده اذا كان انت اديته مسكنات صحيح ممكن يخفف له الالم، لكن مع مرور الركض بعد يومين ثلاثه ثاني الاعراض بتظهر من جديد والمشكله بتكون موجوده يعني. عشان كده بنقول والله في منظومه بتاعت السلم الاجتماعي، ومنظومه السلم الاجتماعي دي بتكون من العلم، بتكون من العمل، الصحه، الاخلاق، الحريه والسلام والعدل. المنظومه السبعيه دي يعني ما بنقدر نستغنى من اي واحد من السبع احياز النقاط الاساسيه دي. اي استغناء منها، يا كمان خلل في واحد منها بيؤدي لنا للفساد وبيرجعنا للمربع الاول. عشان كده العمليه هي عمليه متكامله، يعني دور المجتمع كمواطنين بنمثل في المواطنين، ودور الجهات المسؤوله اللي هي الحكومه والدوله مثلا بنكون مكملين لبعض يعني. لكن الدور الاساسي بيبقى على مدى وعي المجتمع، وعي المواطن السوداني لتحقيق السلام الاجتماعي بصوره اساسيه يعني. كيف لنا ننشر هذا الوعي، وكيف لهذا الوعي ان يكون يعني اساسي؟ لان المواطن السوداني في كل مكان في السودان معروف ببساطته بحبه للسلام، وكل من شاهده من ظواهر وهي بسيطه جدا يعني هي كدخيل علينا يعني. ده ما السوداني اللي اشتهر في العالم انه زول مسالم وما بشيل حق زول وزول كريم جدا. فكيف نقدر نرجع لاصلنا في بعض الظواهر البسيطه جدا اللي بدات انه نشوفها في الاونه الاخيره؟ معروف يعني طبعا الشعب السوداني شعب عنده ثقافه صلبه جدا وغني يعني بـ بـ في القيم بتاعت التسامح وقيم بتاعت التصالح، هو والحاجات اللي تدعو للتعايش السلمي والسلام يعني. لكن في الاونه الاخيره بيكون ظهرت بعض الغبار يعني على ثقافتنا، وبكون محتاجين احنا لتنقيه بتاعت الثقافه. صحيح ما بنقول والله يا اخي بننكر الثقافه بتاعتنا، يا كمان بنتخلى عنها، لكن بنجعلها كاساس بنبني عليه، وبعد ذلك نستفيد من التجارب بتاعت المجتمعات الثانيه اللي مرت بظروف مماثله زي ما نحن مرينا، وفي مجتمعات مرت باصعب منها. لكن هنا الغرض الاساسي والله نقوم نستند على التجربه بتاعتنا الثقافه السودانيه، بعد ذلك ننطلق ونستفيد من التجربه. احنا في سلام عندنا كلمه العفو والعافيه، وكلمه العفو طبعا هي قيمه كبيره جدا. وهسه انت لو مشيت يعني في دول شمال افريقيا، في الدول العربيه، كلمه زول خلاص يعني ده معناته الزول الصادق والامين يعني. وحتى في المراجع بتاعت الكتب القديمه كلمه زول يعني لله يخذ زول اللطيف الجميل يعني. فعشان كده القصه دي يعني متجذره عندنا ومتاصله. لكن حصل زي ما ذكرت، قلت حصل والله بعض الغبار، كمان بعض الحاجات الدخيله مننا. نحن بنكون مطلوبين انه والله نقوم نرجع نعيد يعني ننقح الثقافه بتاعتنا دي ونرجع قيمنا السمحه يعني. وفي عباره وحكمه صوفيه جميله جدا يعني بيقولوا الله يا اخي ما عنده محبه ما عنده الحبه. يا سلام. وعنده الحبه ما خل وعنده المحبه ما خل الحبه، يعني دي عباره صوفيه، والصوفيه منتشرين على ربع السودان يعني من الشرق للغرب من الجنوب للشمال يعني. هم صحيح هم قاصدين والله يا اخي التقرب الى الله والدرجات العليا من الجنه، لكن برضه احنا في مجال التنميه بنقول والله يا اخي ده العباره دي ممكن يحقق لنا الاصلاح ويحقق لنا التنميه ويحقق لنا التعايش الفني. لما نتكلم عن وعي المجتمع والمواطن السوداني، معناته احنا طوالي بنرجع للمعرفه يعني، والمعرفه بيرجعنا للعلم. لو نحاول نربط ما بين بين العلم وبين بين السلام الاجتماعي، بنشوف الله يا اخي صحيح زول ممكن يكون عنده نيه جميله جدا من الله، هو داير يحقق وداير يحقق سلام وداير يدعم الناس وينمي، لكن عن طريق الجهل بجهله ممكن يورطنا في اشياء كثير جدا. عشان كيف بنقول الله يا اخي اي مجتمع نعم ما جعل العلم ده والتعليم ده كقيمه اساسيه عنده ما حيقدر يمشي لقدام يعني. ونماذج كثير جدا كل المجتمعات دي اللي اتطورت هي وعاشت في سلام هنا اعتمد بالتعليم. نعم هنا عذر يعني هنا في اشارات كبيره جدا المفروض نجيب فيها يعني، خليك تواصل فيها الحديث موضوع العلم وربطه بالسلام والعمل ومنظومة السلام الاجتماعي. دعنا نمر على نقطة بالمناسبة لأنه دي كلها محاور مهمة جدا نتكلم فيها. خلينا نستأذنك إن احنا هنطلع فاصل ونعود لنستكمل الحديث معك. ودائما أصدقائي المشاهدين يعني اختلافنا اختلاف، إذا كان اختلاف تعادي أو تباغض أو افتراق، ده يعد جريمة كبيرة جدا في حق السلام وفي حق التعاون وفي حق الأمل أيضا وفي حق الأمن والأمان. بعد الفاصل نعود لنستكمل حديثنا عن السلم الاجتماعي.
أهلا مشاهدينا، نواصل بذات العبارة، عبارة شيخنا ود بدر، الما عنده محبة ما عنده الحبة. نحن هنواصل بنفس المحبة لكن نتفرع ما بين مناطق النزاعات اللي هي جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور. يعني ذكرت جانب مهم، جذور المشكلة هي الممكن توصلنا لسلام مستدام، حتى السلام المجتمع يعني يعود النازحين طواعية لمناطقهم. يعني دور الدولة الآن، مواعين الدولة نقول مرات ما بتسع لتنفيذ كثير جدا من المشاريع، لكن منظمات المجتمع المدني هي ممكن تساعد مساعدة حقيقية. دورنا الآن في بناء حقيقي، يعني سواء كان بنيات تحتية، التعليم الذي ذكرته هو الأساس الرئيسي جدا لاستمرار عملية السلام، تحقيق الخدمات الرئيسية ممكن تساعد إنسان المنطقة إنه يعيش هو في سلام داخلي في المقام الأول. يعني العودة الطوعية حاجة أساسية جدا عشان ما زول يقوم يستقر ويكون ويحس بأن الله يخوه في 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 سلام، في سلام اجتماعي وفي سلام مستدام. يعني اول حاجه طوالي بنمشي للجانب الامني مثلا. يعني لو لاحظنا كان في الفتره الاخيره كان الاعتصامات في نرتته، في كتم، في بعض الولايات الثانيه، كان مشاكل بسيطه جدا. يقول الله يا اخي في نزاعات ما بين اشخاص مثلا، بعد ذلك يتحول لنزاع قبلي مثلا. فده احنا بنكون محتاجين نفعل الجانب القانوني بتاعت العداله، ودي مفترض الدولة تقوم بيه لأنه دي حيبة الدولة ذاتها. تفعل الجانب القانون بعد ذلك الناس يقوم يستقرون. دور منظمة المجتمع المدني بيجي بعد ما يتم توفير الجوانب الأمنية اللي هي ده حاجات أساسية لأي دولة ممكن تعملها بمقدورة، يعني تبقى يعني في فترة وجيزة جدا. المجتمع المدني يا كمان الناس النشطين في المجتمع المدني والمؤسسة الثانية دورهم والله يا أخي نشر الوعي وأهمية العودة الطوعية وحث الناس على تقديم الخدمات والعمل الطوعي. ونحن برضو عندنا انواع متعدده جدا واشكال متعدده جدا في 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 العمل الطوعي يعني في السودان. يعني مثلا النفير، الدبكري، الحوبه، دي كلها مسميات، لكن احنا كلها بتعبر عن مدى تكافل وتكاتف الشعب السوداني في فتره من الفترات. يعني وبعد ذلك بيساهم مساهم كبير جدا في حتى في الدخل القومي. يعني صحيح انا ممكن امشي اعمل لي نفير مثلا في منطقه محدده، الزول ممكن ما يحس من الله يا اخي في دخل قومي، ما بيصحب في الناتج القومي الاجمالي بتاع السودان. لكن في الدول الكبيره مثلا في هولندا عملوا احصائيه قبل في 2014 وجدوا الله يا اخي هم من خلال المتطوعين بسلام في 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 واحده من المدن وفروا لهم 5% من الدخل القومي. يعني نعم. الدخل القومي بتاعت المحليه مثلا المقاطعه. فنحن لو جينا حسبناها كده حولنا الحاجه دي لقروش بنلقى والله يا اخي ان احنا بنقدم خدمه كبيره جدا للدوله وللحكومه. يعني برضه واحده من الحاجات المهمه جدا دور منظمات المجتمع المدني والله يا اخي ينشر الثقافه بتاعت السلام يعني بصوره كبيره جدا، والثقافه بتاعت التسامح، والثقافه برضه بتاعت العمل يعني الاجتهاد. ما في مجتمع بيتطور ما لم يكون ناس يشتغلوا عمل دؤوب جدا. يعني وفي امثله كثيره جدا، مثلا اليابان بعد الحرب العالمية التالية كان بيشتغلوا أكثر، بيشتغلوا 12 ساعة في فترة من الفترات. فالعمل عنده قيمة أساسية جدا، مع أنه الله يخلي الناس يعيشوا في السلام في 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 استقرار. يعني أيضا دور منظمة المجتمع المدني، المجتمع المدني هو يعني هي بتساعد الدولة، يعني لأنه الدولة لو قامت بدورها خلاص المجتمع المدني ما حيقدر، ما هيكون له دور. لكن الحاجة الطبيعية والموجودة على مستوى العالم كله ما أنه الله يخلي الدولة ما تقدر تقوم بكل الأشياء دي. بالضبط. فالمنظمة المجتمع المدني هي عليها ما أنه الله يخلي تقوم مثلا بالمراقبة، بالمتابعة، حتى بوضع دراسات وخطط استراتيجية. يعني والحاجة دي ما ممكن الناس ممكن يقولوا الله يخلي دراسات سريعة محتاجين لخبر ومحتاجين لكده. لكن هسه لو لاحظنا ما في قرية ويا كما في مدينة في السودان ما في خريجين مثلا، فديل ممكن يقوموا بالخطط الاوليه دي، بعد ذلك بمعاونه بعض المستشارين في المجالات المتعدده، اي خبير في مجاله كده الناس بعد ذلك ممكن يضعوا خطط للاحياء بس فاضي، يشوفوا الاحتياجات الاساسيه بتاعت المنطقه شنو، وده بتساعد نعم. الدوله يعني. وده كده حتى بعد ذلك بيخلينا هنا نطبق واحد من الاليات بتاعت الحكم الرشيد اللي هو القرارات بتاعتي من الاسفل، يعني بدل ما يجيبوه من فوق بتطلع من الاسفل من القاعده اللي هو ده. بعد ذلك ما علي الحكومه يا كمان على الوزراء هم يطبقوا يضعوا السياسات ويضعوا الخطط يقوموا ينفذوا الحاجه دي. يعني صحيح. لانه اصلا في النهايه الوزراء دي هم خدام للشعب السوداني. يعني برضه واحد من الادوار بتاعت المجتمع المدني مفترض
عندهم علاقات، المجتمع المدني طبعا عنده علاقات مفتوحه يعني مع المنظمات الاقليميه، مع المنظمات الدوليه، هم بيساهموا في جلب الرأسمال مثلا العمله الصعبه، فديل هنا برضو هم يضعوا خطط تتوافق مع الخطط بتاعت الفتره الانتقاليه كمان مع بتاعت الدوله. يعني قال والله يا اخي في هنا والله جايين نشتغل في القضايا بتاعت السلام، فمفترض معظم منظمات المجتمع المدني يركزوا في مشروعاتهم ومقترحاتهم اللي تقدم للجهات المانحه في القضايا بتاعت السلام والقضايا بتاعت التعايش السلمي. المهم يكون في توجه بتاعت المجتمع وبقود الدوله، بعد ذلك مفترض كل منظمات المجتمع المدني تقوم تتجه في المنهج ده. وده نوع من الوعي، ده نوع من الوعي برضه يعني. نعم، نوع من الوعي، وده على مستوى منظمات المجتمع المدني وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الحكومة. لكن خلينا نمشي على مستوى الأفراد برضو ونتكلم على النقطة دي، لأنه شيء مهم جدا. إذا يعني نظرنا بعين الفاحص والعاقل بنلقى إنه في اهتزاز القيم الأخلاقية والمعيارية، بيحصل لنا عدم توازن في السلم، وده برضو عدم التوازن في السلم برضو يؤدي إلى انهيار أو عدم توازن أيضا في الاقتصاد. يعني هذه معادلة متعارف عليها، عشان كده لازم نجي ونقول إنه هذا الوعي لازم يبدأ من الفرد، بعد ذلك نمشي لمرحلة المنظمات وإلى ما ذلك. لازم كل الأفراد يكون عندهم درجة كبيرة جدا من الوعي، وعي المجتمع. الأفراد ده برضو هيقودوا، يعني سواء كان مجموعة شبابية ولا كان مجموعة يعني منظمة كمان غير منظمة، في النهاية برضو بيصب في المعون الكبير اللي هو المجتمع المدني مثلا. صحيح. يعني مجموعة من الشباب قاعدين في حي، هم يمشي يوعوا أهلهم أسرهم أخوانهم الطلاب أخوانهم الشباب، كأن المجهود بقى ذاتي لكل ذاتي، لكن مسؤولية مشتركة، يعني بيكون في تشاركية في عملية التوعية. فمثلا يعني في شرق النيل مثلا في الفترة اللي فاتت كان بنعمل منتديات مسائية، اللي يعني بس جاءت أزمة كورونا وبعد ذلك وقفت المسائل دي. يعني فالشباب كان بيبادر والله يقوم يعملوا مثلا يعرفوا مثلا يعني شو المدنيه مثلا، يعني شنو الحريه، يعني شنو مثلا الفتره الانتقاليه، التحديات اللي ممكن تواجه الناس في الفتره الانتقاليه، وممكن الناس يعني تصبر عليه. وبعد ذلك بيذكروا نماذج لمجتمعات حصلت لهم مرت بنفس الظروف. يعني فوعي المواطن بكون حاجه مهمه جدا وحاجه اساسيه جدا، لكن انت ما تقوم ترفع من وعي المواطن ده بكون محتاج لمؤسسات، يعني سواء كان منظمات شبابيه، لجان بتاعت الخدمات موجوده على المستوى الحياه، الميديا بشتى انواعه، دين هم يبثوا وينشروا. طيب هنا المسؤوليه بتقع على عاتق مين عشان ما تكون في مؤسسات زي دي؟ في جانبين، يعني في جانب بتاع الدوله مثلا وزاره الشباب والرياضه مثلا، او كمان وزاره الثقافه والاعلام، هي عند المؤسسات يعني طوالي بنوجه المناشد عبر صباح الشروق، يعني موجوده طوالي يعني في كل حي بيكون في مركز بتاع الشباب، في مراكز بتاع تنميه المراه وكذا، ديرهم دورهم يحيوا الحاجات دي. بعد ذلك الجانب الثاني بقى على المجتمع ذاتك، يعني المجتمع نفسه لو هو ما يتحرك تجاه انه والله يا اخو يقدر يقدم توعيه، يقدم خدمه لحيه ده، ما في دول حيجي. حتى لو كان الوزاره جابت معدات، جابت انشطه، جابت حاجات ووفرت المحل، لو ما في كان رغبه من الشباب الموجودين في الاحياء، يا كمان الناس الموجودين في الاحياء برضه ما في فايده. فالحكايه بتكون تكامليه، يعني المساله تكامليه ما بين المؤسسه الرسميه وبين القطاع العام اللي هو الافراد والمنظمات بتاع المجتمع المدني. يعني طيب استاذ عماد، يعني حسام اشار لنوع التفاصيل الثقافيه الموجوده دي، ودائما احنا كل ما نستذكر القياده العامه او عموما اعتصاماتنا نتذكر المواكل اللي بتجي من كل مكان، بالذات القيادة يعني من الشرق والغرب والجنوب والشمال والوسط كمان. نتكلم عن الثقافة اللي هي ثقافة إنسان المنطقة اللي ممكن تخلق لنا نوع من السلام المجتمعي، يعني رقصاتنا في الكلورنا وإرثنا أو كذا، المنروج مع بعضنا منحب بعض عشان كذا مثلا يحدث السلام، وده شفناه من خلال كثير جدا من الاعتصامات. يعني طبعا الشعب السوداني أكثر شعب غني للسلام، يعني واكثر شعب برضه رغص للسلام، لكن ما شفناه في القياده العامه وفي الفتره اللي فاتت عكس ما كان متداول في السوشيال ميديا في الاعلام في الفتره السابقه. فهنا دور الثقافه، يعني نحن محتاجين يعني نبث الثقافه دي بتاعت التعايش السلمي والثقافه بتاعت نشر ثقافه السلام عبر الفرقه الشعبيه، عبر الفنون، عبر الرسم، عبر الاغاني، عبر الدراما برضو على مستوى
الدراما في الشارع ولا كمان دراما في في التلفاز مثلا يعني في الراديو. نعم. وقبل فتره كان في مبادره كان اسمه التسامح، يعني دي مبادره قاموا بعض الشباب كان فقط الهدف منه والله هم يقوم يدربوا لهم مجموعه من الـ من الـ من الشباب اعمارهم ودراهم بين 18 سنه ل 24 سنه، فدير يقوم بيعبر عن التسامح والسلام عن طريق الرسومات مثلا، عن طريق الفنون بصورة عامة كده. ف يعني كان حاجه جميله جدا. وبعدين يعني بعيد من الكلام السياسي، لكن بس ركزوا على الجانب الثقافي ده ووصلوا رسالتهم. يعني احنا بنقول انه معلش استاذ عماد انه احيانا التفاصيل المجتمعيه عموما بتلعب دور اكثر من عمل السياسه، لانه السياسه فيها كثير جدا من التقاطعات. يعني صحيح. انا السؤال المباشر، الى اي مدى ممكن تؤثر يعني او يؤثر عموما السلام والتمازج المجتمعي ده على العمليه الكليه بتاعت السلام؟ ممكن يكون ضغط بالنسبه للدوله في وحدتنا نحن يعني. يا اخو مش يعني مش هو عامل اساسي كمان وعامل رئيسي جدا. يعني الثقافه، دور الثقافه في 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 تحقيق السلم الاجتماعي حاجه اساسيه جدا. وبعد ذلك حتى لو كان ما تم توقيع اتفاقيه بتاعت السلام مثلا، وما حتى المسارات دي مثلا حصلت لها بعض الاخفاقات مثلا، لكن اذا كان الناس يعني فاتت في اتجاه السلام الاجتماعي عن طريق توظيف الثقافه والفنون في المساله دي، ما مرور حيتحقق السلام ده باقل تكلفه من ما يكون في محاصصات من غيره يعني. جميل جميل. وانا اشير الى انه الفنون يجب الاهتمام بها اكثر مثل ما حدث في مبادره تسامح، لانه الفنون قيمه جماليه كبيره جدا في حياه الناس، وبالتالي من ضروب الثقافه باعتبار الثقافه مجموعه كبيره جدا من القيم والعادات والتقاليد، وكل هذا يوصلنا في النهايه ويؤثر ويكون مؤثر اساسي جدا في عمليه السلم الاجتماعي. دارين نتكلم عن امثله، وطبعا الامثله ده مهم جدا لانه بيو بنقدر نحتذي وبنقدر نشوف التجربه دي قدامنا كيف نقدر ناخذ منها لمجتمعات اهتمت بهذه المنظومه، منظومه السلم الاجتماعي ونهضت، ويعني من هذه المنظومه نهضت ومنظومه السلم الاجتماعي نحن اشرنا لها اشارات كبيره جدا. يعني الحين في فتره من فترات اهتمت كانت عايشه في نزاعات وأعراض طائفيه اكثر من السودان يعني. ومعروف ان ده قبائل كثيره جدا، يعني السودان عنده زي 570 قبيله لكن متعايشين متداخلين مع بعضهم البعض. فالزعيم غاندي لما كان قاد الثوره السلميه بتاعتهم، لانه والله يا اخي ما قدر يطلق اي طلقه، وهو بالفعل هو ما اطلق اي طلقه لغايه ما حقق السلام الاجتماعي في للحنود مثلا في الهند. فكان بقول الله يا اخي انا ما كنت بقول لاولادي كونوا صالحين وكونوا صادقين وكونوا امينين، بقدر ما هم بخليهم هم يشوفوا الحاجه دي متجسد فينا انا كغاندي على ارض الواقع مثلا. فنحن نكون محتاجين لقدوه حسنه جدا، وبعد القدوه دي ما بالضروره اللي يكون الاب ما يكون، لكن كل زول يكون هو قدوه في مجاله، في مجال عمله، في مجال في بيته، في مكان ما هو قاعد في الشارع، يكون قدوه حسنه بان الله تعكس السلوك القويم والسلوك الصحيح، انه الله يا اخي وصلنا لتعايش سلمي وسلام مستدام. يعني ايضا نشوف لو شفنا تجربه رواندا، رواندا في 94 مرت بحرب اهليه خطيره جدا، يعني في غضون اقل من سنه كانت مجزره كبيره جدا، لكن بعد 5 سنين هم طوالي بيقوا يتخطوا الحاجه دي، يتخطوا الكلام ده عن طريق التسامح، يصدموا التسامح كحاجه اساسيه جدا يعني وقيمه اساسيه. كان هم في واحد من ادبياتهم بيقولوا الله يا اخي نحن والله ما بنقول الله يا اخي خلاص نحن نسينا الماضي، لكن نتجاوز او نتناسى تجاوزنا الماضي بنحاول نتناساه عشان ما نقوم نحقق اهداف كبيره جدا يعني. تجربه واس بيجا يعني شوف اهتموا بالثقافه، اهتموا بالجوانب التعليميه، بالبنيه التحتيه بتاعتهم ونهضوا يعني. حتى هم في عاملين زي تمثال وعاملين ذكرى لتقليد الضحايا بتاعتهم، الكلام ده كله هم قاصدين والله يا اخي يعيدوا المرارات، لكن دايرين عشان الحاجه دي ما تتكرر في المستقبل القريب يا كمان في المستقبل البعيد. ايضا جنوب افريقيا يعني كان الفصل العنصري ونحن ما عندنا القصه دي يعني في السودان، فتجربتنا هي اقل من التجارب بتاعت الدول دي. فواحد من الاساقفه بتاعت جنوب افريقيا في مدينه بتاعت كيب تاون قال والله يا اخي كاتب في جدار البيت بتاعه بخط عريض جدا، كيف نحول الاخطاء البشريه الى عدل بشري؟ فقال السؤال ده قال هو عشان ما يجاوب عليه تم قريب سنتين ثلاثه، ما جاوب عليه الا عن طريق عمليه التصالح والعفو اللي هو كونه محاكمات بتاعت مصالحات
وهم كان ما عندهم يعني كان ما عندهم آلية اجتماعية زي ياسين هنا. يعني احنا في السودان عندنا التجربة بتاعت الإدارة الأهلية اللي هو الجودية وبتاعت مشايخ المشايخ والمزار في والسلاطين في بعض في كل منطقة مثلا. فنحن عندنا التجربة بتاعت المصالحات دي موجودة يعني نحن ممكن نستند عليهم بعدين نطورها وبنمشي لقدام. ديلاك بدأوا من الصفر، نحن عندنا تجربة أكثر من 200-300 سنة يعني فممكن نستفيد منها وبعدين ننحط بها يعني. والإدارة الأهلية والجودية في السودان يعني في بعض المناطق زي الحاجة مقدسة كده ما في زول بيتخطاه إلا إذا كان هو خارج عن العرف بتاعت المجتمع المحدد يعني. فدي ده نموذج جميل جدا احنا عندنا في السودان وبنعتز به يعني. بس بكون محتاجين ان احنا نقوم ندي بعض المهارات، نملك بعض المهارات لهؤلاء الاشخاص اللي هم يعني في الاداره الاهليه وفي المسائل الجوديه دي، بعد ذلك هم ممكن يحلوا المشاكل دي من غير ما تصل للجهات العليا مثلا يعني. جميل، بكل ميزات ده احنا عايزين مؤتمر بيكون بتاع مصالحه عامه يوحد السودانيين مع بعض. عندنا تجارب كثيرة جدا مثمرة في عملية السلام والتجانس بطبيعة إنسان السودان اللي غني عن التعريف تماما. نتمنى إنه نعي الآن أهمية الوطن، لأن الوطن بيسع الجميع، اختلافاتنا بعيد لكن السودان هو يكون في المقدمة وكلنا بننهل من الوطن ده بكثير جدا من التفاصيل السمحة والجميلة. يا حسن قلت أكيد سلام ليك يا سودان بالسلام، والسلام هو في مقدمة كل شيء. وعرفنا الآن كيف هي الخطى التي يجب أن نمضي فيها لنعيش في تصافي وتسامح وأمن وأمان وطمأنينة وسلام، كلها عوامل مشتركة. إحنا والله سعيدنا جدا بالمساحة دي معاك أستاذ عماد الدين إدريس محمد الناشط الاجتماعي، ونتمنى أن يتنزل السلم الاجتماعي إلى نصبه إلى سلام شامل لكل السودان، وهي ليست أحلام، نحن الآن في ذات الطريق إن شاء الله نمضي بالوعي والعمل معا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا، واصل معك.